نساء يعطون دم، احنا الدمعة عزيزة على موسى بن جعفر، معقولة يعني هاي الشيعة قاعد ينطون دم البارحة واليوم واحنا دمعتنا نعزها على موسى بن جعفر؟ يدخل عليه ابن سويد يقول سمعت الامام ينادي يا مخلص اللبن من بين فرثل ودم، خلصني من سجن هارون يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، خلصني من سجن هارون. يخوش دمعة مرحومة عافية والله، يخوش دمعة يخوش الله. شلون دعاء هذا؟ لو يدعى على الجبل يشيل الجبل من مكان. يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، خلصني من سجن هارون يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، خلصني من سجن هارون. سيد شبيك متأذي يا ابن رسول الله؟ يقول شفت ساقه مرضوض رجله مورمة. قلت له يظهر رجلك مأذيتك. قال لي القضية مو قضية رجلي، أكبر من رجلي. إيش صاير؟ قال لي البارحة ضاق بي السجن، طامورة جو القاع ماكو نفس، اجيت يم باب السجن أشتم هوى. لما علم بي السندي ابن شاهك لعنة الله عليه، فتح باب السجن ركلني برجله ورمت رجلي، وقعت على وجهي. خوش دمعة، أشوف دمعتك أشوفها، بس مو هذا الأداني وخلاني أدعو شاشنه. قال لما سقطت على وجهي سمعته شتم أمي فاطمة. وأنا من البارحة لليوم ما نايم أبكي، لأن هذا اللعين شتم أمي فاطمة. بعد قال لي أنا هم مشتاق للعلويات، بناتي موسى بن جعفر عنده علويات، اشتاقت لي آل رسول الله الولادي وبناتي، صار لي 15 سنة. الله أكبر. ويا على عتبة الباب اش كثر تانيت. الله، هاي منو؟ هاي فاطمة المعصومة. أنا على عتبة الباب اش كثر تانيت، وش كثر قعديت بويا قعديت، ومن طرد الفجر لليل تانيت. هاي المعصومة تقول، المعصومة تقول أنا على عتبة الباب مش كثر قعديت، والله بويا قعديت، ومن طرت الفجر لليل تانيت تانيت. بويا وعليكم مثل حن النيب حنيت، يا غربتي ويا وحشة البيت. البيت وحشة يا باب الحوائج، البيت وحشة يا باب الحوائج، والله ابويا يا وحشتي، يا غربتي ويا وحشة البيت. نعم أيها الإخوة، نعم أيها الأحبة، هسا الليلة ما أقرأ مصرع موسى بن جعفر، ما أقرأ، باشر أقرأ مصرع موسى بن جعفر إن شاء الله تعالى، لكنه الليلة أحوم أحوم أحوم. الإمام مصيبته عظيمة، باشر نقرأ المصرع إن شاء الله. باشر، موسى بن جعفر بقي 3 أيام على جزر الرصافة. يا ويل عليك يا مولاي بلا غسل ولا كفن، بحيث ابن سويد يقول عندي طبيب نصراني. قلت له افحص لي امامي. يقول لما اقترب من الامام شاف الامام ملفوف بعباء، حتى كفن ماكو، لا في بعبايته، والحديد في اقدامي سلام الله عليه. وبقي 3 أيام على جسر الرصافة، ولكن ايها ملفوف بعباء، ولكن أيها المؤمنون ماكو مرة صاحت يم أحرقوا خيامنا، مو هيجي ولا ماكو مرة صاحت أحرقوا خيامنا، أكو يوم آخر أيها الأحبة
مرة واقفة بالميدان والخيام محترقة والامرأة تنادي أنا جيت أنشد الخيال المجبلي يا بل مجبلي لعبت على ابن أمي ميادي بعد يوم الله أكبر يا بعد وين لا بطل حسين ولما أركبوها على الناقة أرادت أن تلقي بنفسها على جسدها